المقاتل الضعيف يبدأ القتال عند أقل فرصة لذلك، والمقاتل القوي يبدأ القتال عندما لا تبقى فرصة لتجنب ذلك. مرحبا. اهلا وسهلا. بيت الاخت لانا يا قاسم؟ نعم. انا الصحفي عبد المناذر فقار من وكاله سيبال الصحفيه. انا جيت هنا على رجعنا اخي. كافي ارجوك، كافي لقاءات، كافي تصوير، حتى نبكي، حتى تنشرون اخبارنا. هاي بدل ما ترحون للحكومه، بدل ما ترجعون حقوقنا، ترجعون اهالينا، ليش تفتحون بس جروحنا؟ صارنا اكثر من 12 سنه. رجعنا اخي. هذا ترفيه؟ ورب الأمان اللي خلاها عندك. أنتم مسلمين، اللي يحلف بالله وبعدين يطلع كذب شنو مصيره؟ هاي مذكورة عندنا بالقرآن، أولا المعصية، ثانيا كفارتها تحرير رقبة. اللي صار العكس، حلفوا بالله ما عليهم بأهل القرية، بعدين كم رقبة طيروا وكم أسرة أسروا واختصبوا. أنا كمسلم خجلان ولازم أعتذر عن هاي المجازر، ولازم يقولوا إن هاي الوحوش ما تمثل الإسلام. بس أنت تشوفين القرآن يأمر بشي، هم يعملون شي ثاني. أنا مو جاهلة، أعرف أبو قتيبة هو اللي أخذني، وهو مو الإسلام ولا مليارين مسلم، وحتى سمعته يقول التدخين حرام وهو يقعد يدخن بالسر. أخذني بالبداية للموصل، وبعدين الكركوك، وبعدين الديالة، كل يوم يضربني لأن أبتشي. بعدين عرضني للبيع، عندهم جروب بالتليجرام اسمه السوق السبايا، بثلاثين ألف مشترك، كل واحد يخلي سبية مالته تلبس وتجهز نفسها وبعدين ينزل صورتها بالجروب للبيع. قبل أن يبيعني أبو قتيبة بأسبوع جابوا هذا الأسير، قالوا هذا كافر صليبي من كندا ينقل أخبار ضد الدولة الإسلامية. شفت الصحفي يحاول يترك الأرشيف أمانة يمي، ما كان عنده أمل يبقى حي، بس عنده أمل بنجاتي، وحب يترك آخر عمل بحياته أمانة عندي. واتفقوا يذبحون ويصورون الذبح حتى يسوون دعاية للتنظيم. صدقني
داعش 1% مستعد يموت و99% جبناء، لكن إعلامهم يزرع الرعب والخوف في نفوس الناس. شفت محتوى؟ لا خفت، صار أكثر من 10 سنين وأنا خايفة أشوفه. رام خليه بكفر الموبايل، قل لي شو وقت قدرت تجيبه من براوانة؟ تضحك ها؟ بس مناف خوش مسقط جماعتك. أمس من اعتقلتك سمعتك تقول ما ظلت هيبة للعراق من 2003 لهذا اليوم. رأساً تذكرت الصفحات والقنوات اللي صار لها سنين تروج لهذا الخيال، هيبة العراق بزمن صدام. أثار أنت واحد من ضحايا هذا الخيال. خيال؟ هذا واقع، بس انتو تسموه خيال. انتو؟ انا رجل امن اقوم بواجبي تحت القسم والعلم، روح اتب السياسيين، بس هذا الفكشن مال العراق المهيوب زمن صدام مو صحيح يا جاهل. ما الومك اذا اشوف صدام على اليوتيوب يحكي عن تريات اقص شواربو حي الله الرجال واطلق لها السيف، بس الواقع يختلف. اسمع، انا اصلي من الحله، كان مهرجان بابل سنويا يكلف الدوله ملايين الدولارات، كانوا يجيبون فرق غناء وفرق رقص وممثلات من كل الوطن العربي اللي يبكي على صدام الان، تحت شعار من نبوخذ نصر الى صدام حسين بابل تنهض من جديد. بابل تنهض من جديد على شنو؟ تنهض بابل كل يوم الصبح لأمهات الجيمر أمهات الروبة عبايات ممزقة وقاعدات يبيعن منطقة بابل المشهد. تنهض على شنو بابل؟ تنهض على دخان سيارات 18 راكب ومن تطبق الناس تصير لحم، طالب والمدرس والمعلم والجندي يدافعون على الصعدة، ومن يصعد الطبيب ما يلقى مكان، يصعد على القنبورة وجوال محرك يشوشوي. يا هيبة اللي تحكي عليها بزمن صدام، صاعد بخانة الشوادي، مجرب تنام على كارتونة بقراج العلاوي، هيبة صدام، سامع الحزور اللي تقول عايش على الوجبة فقط حروفه بلا نقاط. لو المعلم، المعلم ما ظلت لهيبة بزمن صدام. شنو اللي اختلف هسه؟ نفس وضع اليوم. نفس وضع اليوم. هذا اللي اريدك تعرفه يا زعطوط. فكر الاحسن. منو لازمك؟ احلم بالافضل بس لا تباوع لي ورا. لا يسممون افكارك عن الزمن الجميل. شنو الزمن الجميل؟ يردون يرجعون يحكمون؟ مستحيل. بعدين يا زمن جميل. العراقيين المشردين بالتسعينات بالأردن وسوريا والخليج يشتغلون عمال رعيان غنم. تعرف ماكو ذلة بالعالم مثل مذكرة التفاهم اللي وقعها صدام، النفط مقابل الغذاء، غصبا عليك ما تصدر ولا قطرة نفط إلا بمقدار أكلك. قوت لا يموت. زمن صدام، أي هيبة اللي تحكي عليها الخاطر الله؟ أنا عن نفسي
أنطيك فرصة جديدة، لكن بسبب خيانتك خسرنا بطل من جبور العلم يسوى ألف من أمثالك. جبان في أمان الله بابا. الله يعافي بنيتي. السلام عليكم عمي. وعليكم السلام. هلا وليدي مناف، شلونك؟ الحمد لله. عفوا عمي، ست امنه موجوده عند رام كامر، اريدها تشوفها. توني جيت من سنجار. الحمد لله على السلامه. اي وشلونها سنجار؟ والله ما اعرف ايش اقول لك يا عمي، هي المشكله بلونها فوق احمر، بس ما تدري جو اسود واخضر بنص شمس، لو الله اكبر ما اعرف. المهم حصلت اللي تريده؟ والله ما اعرف يا عمي. ولا يهمك وليدي، لا تتعب روحك، مرات اللي تريده موجود قدامك، بس بعده ما صاير وقته. خليها وراء الله واستمر. الله كريم ونعم بالله. الله كريم. تشارك فرقتنا كقوة ساندة ضمن قاطع قوات لواء علي الأكبر الأبطال. الآن تتقدم قواتنا العراقية من عدة محاور إلى الجانب الشمالي منطلقاً لتحرير جنوب الموصل. قوات الجيش العراقي، مكافحة الإرهاب، مختلف صنوف وتشكيلات الحج الشعبي. هاي السنة نسويها مثل ركبة الطواريج، بمشاركة العشائر السنية الكريمة التي أعطت الدماء. يعني أنتوا صدق مو مال واحد يصور يومكم. أخر عقيل، أنت هواي صبرت، بس بعون الله اليوم نوصل الأمير. أمان عليك، من توصل تجي تأخذني على الراس. احنا بهذا البلد مخيرين، يا اما نمشي بقانون الدول ويا اما نمشي بقانون الولد. وإذا كنا فعلاً حريصين على قوة الدولة لازم ما نخاف من قانون الولد. لهذا أريدكم بهاليومين تنتبهون على أمنكم الشخصي. أما بالنسبة لأمن الوكالة فما راح نقدر نخلي الشرطة ترابط بالمكان لمجرد احتمال، لأنه أمن الوكالة بيد أمينة وراح تعرف شلون تتعامل ويا الخطر. طبعا من راح تطلعون اريد كل واحد ياخذ حاسبته وياه. والله الود ودي كل واحد عنده قاصد، فلا معلومه تضيع من عندنا. لحد الان عندنا وثائق تدل على تلاعب الاسعار من قبل لجنه التقييم، وثائق عن تزوير تواريخ المزايدات، وثائق عن مخالفه الاوامر وتعمد نشر المزايدات بصور غير معروفه. أكو ناس ابتزوهم وهددوهم حتى ينسحبون من المزايدات. انطونا وعد في حال تم نشر التقرير راح يتقدمون بشكوى. شكوى بحق منو؟ شركة الألوان طبعاً. تقريركم جاهز؟ جاهز أستاذ مهند، إذا تحبون نشر اليوم إحنا جاهزين. نشر اليوم؟ والله كريم، انتهى الاجتماع. مناف؟ شلون أخوك هاشم؟ صار لك كم يوم ما يجي. مو حضر الأصيل، شو تسوي بالبديل؟ بصراحة
الولد خوش شغل سوانا وسوى دعايه للمحال. الطفل ما يطلع من المحال اذا مو لعبتين ثلاثه بيده. سلمنا عليه. يوصل عمي يوصل. نشكرك. نالو نا هاشم السلام عليكم. ابو نمير يسلم عليك. يوصل يوصل. يلا انا اروح اشيل الخياطات. شنو ما دريت الصار؟ يلا ولدي يلا السباح عافية عافية ولدي. يلا عافية السباح يلا ولدي عافية بالأبطال. وعلي مسحناهم مسح وعد منا 200 سنة ما يفكرون يندقون بنا. ابني لا تفكر بهاي الطريقة ولا ياخذك الغرور. هسه إذا جبنا مي وخليناه بجدر وفورناه بنا لحد ما تبخر ما بقى منا إلا قليل، تقدر تقول هذا القليل ما راح يقدر يطفي النار لأن مسحته من الوجود؟ أكيد لا، هم يبقى اسمه ماي يقدر يطفي النار. بالضبط يا ابني بالضبط. مثل ما قال الإمام علي عليه السلام: لا تغترن بمجاملة العدو فإنه كالماء وإن أطيل إسخانه بالنار لا يمتنع من إطفائها. يعني ماكو أمان شيخنا؟ طبعاً ماكو أمان، من نام لم ينم عنه. ابني لازم نعرف الأسباب اللي خلتنا ننتصر ونحافظ عليها حتى نبقى أقوى من أعدائنا. أنت هسه يعني نظن إحنا انتصرنا بالعدد؟ العدد فلسين ما يسوى. انتصرنا بالسلاح؟ السلاح فلس واحد ما يسوى. يلا طارق جاهز؟ يلا خوي قتلها بعد بعد وكتبتم تاريخ العراق الحديث بأحرف من عز وكرامة، ووقف العالم مدهوشا أمام صلابتكم وإيمانكم بعدالة قضيتكم حتى تحقق هذا النصر الكبير.
شنو؟ نشروه؟ انت صدق تحكي؟ لعد هاي الزباية اللي دي نعطيها فلوس وين تروح؟ شنو شغلهم؟ اسمع، هاي سحر اقطع الفلوس عنها وخلي ابنها يروح الى قير، وهذا المخبر شوف سوالفه وين وصلتنا. عاجبك اللي صار؟ شنو اللي تريده يا جابر بن حيان حتى تخلصني من هذا الزعطوط والضابط اللي وياه؟ تريد اقول لك صيفهم بالشلال؟ هاك تفضل. تريد اقول لك خدرهم ونومهم؟ هاك تفضل. تريد اقول لك موتهم؟ هاك يا عمي تفضل. شو تريد بس فهمني؟ شوف، اذا طاح الجمل كثر السكاكين، وربعنا اللي عندهم ظهر قوي اول الناس يتخلون عنه اذا طلعت السالفه بين الناس. اسمع، ما اريد ربط بينه وبين الموضوع. تروح للوكاله وتشوف لي شنو بعد عندهم من ملفات. ها سويت؟ ما موجود اخوه، بس هو بالبيت طلع وبقى يصيح ويهدد. غير شي عبلو شفت على الدراجه، يخافوا يجي يطلع حركته بالدراجه. شو وقت هاي؟ قبل يومين. خايف منك مو؟ لك غبي، صار لهم يومين رازين كل تحركاتك، واكيد جبتهم وجدي لهنا. كابتن لا تخاف، ما اجيب اسم سنان على لسانك. اسمي مو سنان يا حيوان، عبالك اعتمد على مهتلف مثلك، وانطيك اسمي الحقيقي. اخذ دراجتك وروح نادي الشارع بسرعه. يلا ميم 42 الى كافه الوحدات، باشر باتجاه الهدف. اذا بك خير، انت ومروان روحوا لهذا مناف ووقفوا عند حده.
هاشم شلون تطلع بسيارة عمك؟ يا معود خاف يظل يحكي علينا. يا معود هاي شبيك؟ لا تخاف لا تخاف. ها بابا دير بالك دير بالك. زين جبناهم كان سووها علينا هوسك.